اللي حصل لي ما حصلش لحد. اسمي اكس، وان شاء الله انا كمان هكون مثل اعلى في يوم من الايام. بقى معقول حد يسيب القعده المريحه دي عشان ينجح النجاح الفاشل ده؟ مصطفى! وانت يا مصطفى بقى عملت ايه كل السنين اللي فاتت دي؟ يا اكس انت كنت قصي على واحد صاحب اختي، انت كنت مثلي الاعلى. ما تضيعش نفسك في قعده الكلام، الحق نفسك. هحكيلك. هل تشعر بالوخم والتفخيم؟ انت مالك معايبر ليه كده؟ اهدى، انت واخد ايه؟ تسال نفسك يوميا اين ذهب الشغف؟ انا عامل عمليه بترجع لك الشغف، الحماس، الطاقه بتاع زمان. استعد لاستعاده الشغف والطاقه. وشغف امي انت عبيط. بدون جراحه، بدون الم، مع اللبوسه ذات الوبيل. لبوسه؟ تجرب. واللبوسه دي بكام؟ ممكن تقولي الغرض من القرض؟ مش هيبقى عاوز حاجه. البوسه. اتفضل على الجهاز يا فندم. انا مبسوطه قوي. واخر حاجه توقعها انك ممكن تعمل حركه مجنون زي دي. عماله تكبر في خيالي، انت تحفه. محدش مصدق اللي انت عملته. شفت؟ ولا تقول المخلوق مهما كان مين اللي احنا واخدين البوسه. اللي انا كنت خايفه منه حصل. بس في حاجه ما مشيتش بشكل صحيح. هو ايه اللي ما مشيش بشكل صحيح؟ لبوسه وبتتحط يا جماعه بقى. مش حصل لك زي الحاله بتاعت امريكا. هو ايه اللي حصل بتاعت امريكا دي؟ انا عايز اعرف. احنا فين هنا؟ انا خسرت الصوره اللي انا رسمتها لك في خيالي. انتوا صورتوني؟ مين القطه؟ لا لا، ده قط ذكر. انا مش القط، انا الظبط. انا مش عارف اروح. انا عايزه حي او عايش. ايه الدخله دي؟ يا لهوي يا بنتي، انا اكس. انا خايف. يلا عشان نروح للدكتور علوان. انا بضرب نفسي 100 صرمه من قلت لك على دي. ما ينفعش اخرج اللبوسه اللي جوه ويا دار ما دخلك اي حاجه. فكده يبقى احنا الاتنين اول واحد يحصل له اللي حصل ده. هحكي لك.